الشعب المصري وشعب الأقصر، حيث قال إنه وحزب البناء والتنمية الذي ينتمي إليه لا يقبل أن تراق قطرة دم واحدة بسبب منصب لم يسعى إليه شخصيا في يوم من الأيام. الرحمن الرحيم. إلى شعب الأقصر الكريم وإلى شعب مصر العظيم، انطلاقا من حرصنا على تقديم المصالح العامة على أي مصلحة خاصة أو حزبية، وإيثارا لحقن دماء أبنائي وإخواني في الأقصر من حدوث فتنة نتيجة الحملة الإعلامية الجائرة التي مورست ضدي، فقد تشاورت مع إخواني في حزب البناء والتنمية الذي أتشرف بعضويته، وانتهت المشاورات اليوم إلى وجوب تقديم استقالتي من منصبي كمحافظا للأقصر، وتقديمها لمعالي الأستاذ الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، لأننا لا نقبل أن تراق قطرة دم واحدة بسبب منصب لم أسعى إليه شخصيا في يوم من الأيام، ولم يكن ثمة سبب قانوني أو موضوعي يمنعني من خدمة بلدي في أي منصب يتم تكليفي به، حيث تدرجت يأتي هذا فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن الأوساط السياسية والشعبية في محافظة الأقصر استقبلت قرار الخياط بالاستقالة بحالة من الارتياح والترحيب. وأشاد رموز المعارضة في المحافظة والذي اعتبروه بمثابة نزع لفتيل الأزمة التي استمرت قرابة الأسبوع. أعزائي المشاهدين، أدعوكم للترحيب معي بالمهندس عادل الخياط محافظ الأقصر المستقيل عضو حزب البناء والتنمية. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا، شاكر جدا هذه الدعوة الكريمة. لماذا استقلت؟ استقلت لأنني لا يمكن أن أوافق أو أرضى أن يجرح أحد بسببي أو تراق قطرة دم واحدة بسببي، وهذا المنصب أنا لم أسعى إليه يوما في حياتي، ولكن قدر الله ما شاء فعل. فأنا حريص كل الحرص على دم أبنائي وإخواني في الأقصر، وأحرص كل الحرص على ألا تغلق منشأة سياحية أو مركب نيلية بسبب وجودي أو حضوري إلى الأقصر. سيادة المحافظ، أنا أعرض على السادة المشاهدين الآن صيغة هذه، هي نص الاستقالة، صورة من نص الاستقالة التي أرسلها المهندس عادل الخياط محافظ الأقصر المستقيل إلى رئيس مجلس الوزراء دكتور هشام قنديل. هي النص، الورقة الرئيسية التي قدمت إلى رئيس مجلس الوزراء. باشمهندس عادل، كيف تم اختيارك لهذا المنصب؟ تم اختياري لهذا المنصب بداية عن طريق مشاورات مع رئاسة الجمهورية واتصالها بكل الأحزاب التي تعمل بالعمل السياسي، وكل حزب رشح مجموعة من الأسماء. حزبك رشحك لأن تكون محافظ؟ نعم. للأقصر ولا غير الأقصر؟ لم يحدد، لم تحدد المحافظة إطلاقا يعني. طيب، قبل ما يتم الإعلان عن الأسماء، تحدثت إليكم رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء بأنكم ستكونون ستكون محافظ الأقصر أم لا؟ تم تسريب بعض الأخبار أنني سأكون محافظا للأقصر، وذهب الدكتور صفوت عبد الغني والدكتور طارق الزمر إلى الرئاسة وليخبروهم بإعادة هذا الكلام، ولكنهم قالوا لقد سبق السيف العزم. يعني الحزب البناء والتنمية الزراعية السياسية للجماعة الإسلامية عارض ترشيحكم للأقصر تحديدا. ليه؟ ما أعرفش، لا أدري. هل أنت أهلا لهذا المنصب باشمهندس عادل؟ يعني البعض بيقول مين عادل الخياط علشان يتم اختياره محافظ لمحافظة الأقصر والتي بها يعني تلت أثار العالم، هذه المحافظة السياحية؟ يعني ببساطة شديدة وآسف في السؤال، يعني من أنت لكي تتولى هذا المنصب؟ ببساطة شديدة أنني أعمل مهندسا في جهاز تعمير جنوب الصعيد لمدة أكثر من 30 عاما، وتدرجت في المناصب من المستوى الثاني إلى الأول، ثم مدير عام، ثم وكيل وزارة في العصر السابق، وهذا دليل على كفاءتي. وزارة الإسكان. وكيل وزارة الإسكان والتعمير يعني.
وأنا موجود أصلا في قنا إقامتي وعملي في موقع نائب رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد ومسؤول عن تنفيذ خطة وزارة الإسكان والتعمير في محافظة سوهاج وقنا والأقصر وأسوان. وأنا شخصيا بقوم على تنفيذ حوالي 50 مشروع في الأقصر ما بين وحدات صحية، وحدات محلية، وحدات تضامن اجتماعي، ثلاث قرى بنعمل في إنشاء ثلاث قرى، ظهير صحراوي، واحدة في المحاميد، واحدة في نجع البركة، واحدة في الطود، وكان سيتم تقسيم مساحات من الأراضي على الشباب الأقصر لكي يتم استصلاحها. وكنا برضو طرحين حوالي 800 وحدة سكنية لفك أزمة الإسكان. أنا مندهش شوية أن أحد قيادات الجماعة الإسلامية يصل قبل الثورة لمنصب وكيل وزارة الإسكان في منطقة الصعيد، شيء يثير الاستغراب. الحمد لله، ده دليل على الكفاءة، وأنني بفضل الله سبحانه وتعالى أي مشروع كنت أعمل به كنت أنا عنه شهادات تقدير زي اللي موجودة مع حضرتك. كنت كرئيس منطقة تعمير لسوهاج، أول رئيس منطقة تعمير ينتهي في قرابة العام من تنفيذ ثلاث قرى للظهير الصحراوي، وقد تم حضور الرئيس المخلوع وافتتح قريتين اثنتين في قرية بيت خلاف في مركز جرجة وقرية الأحايوة في مركز أخميم، وهذا كان سبق لم يحدث من أول الجيزة لغاية أسوان. هل في يوم من الأيام عادل الخياط اشترك في عمليات عنف أو عمليات إرهاب قبل يعني مراجعات الجماعة الإسلامية وتوبتها عن الأعمال التي قامت بها في فترة من الفترات؟ أنا طوال حياتي لم أبرح محافظة سوهاج من أول ما تم تخرجي من الجامعة. لم أسافر لدولة عربية ولا دولة أوروبية، ولم أبرح مكاني في محافظة سوهاج طوال هذه الفترة. فكيف أكون اشتركت في أحداث 97 أو غيرها؟ وأحداث 81 اشتركت فيها؟ إطلاقاً لم أشترك في أي حادثة من الحوادث، وأنا أصلاً بطبيعتي بستنكر كل هذه الأحداث. أحداث 97 كله اللي تحديداً أنت تحديداً قيل أنك كان ليك دور فيها بشكل أو بآخر، أو للجماعة الإسلامية كان ليها دور في مذبحة ما سميت مذبحة الأقصر وراح ضحيتها ما يقرب من 58 سائح يعني من جنسيات مختلفة. أولاً إلصاق هذه التهمة بالجماعة الإسلامية كذب وافتراء وادعاء، لأنه لم يثبت قطعاً أن هناك متهمين من الجماعة الإسلامية خاص بهذه الحادثة. لم يثبت إطلاقاً حتى هذه اللحظة. وثم الجماعة الإسلامية عملت مراجعات ونبذت العنف تماماً. ونحن نستنكر حالياً العنف، وأنشأنا حزب البناء والتنمية لكي نتواصل مع جموع الشعب المصري. ولكي مهندس عادل، عايز أتعرف على كواليس استقالتك ولقائك مع رئيس الوزراء وموقفك من السياحة، لكن بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا، بعد هذا الفاصل القصير نكمل هذا الحوار مع المهندس عادل الخياط محافظ الأقصر المستقيل، ابقوا معنا. موجز منتصف الليل بتوقيت القاهرة، عبد الأهم وآخر الأخبار من الجزيرة مباشر مصر، أهلا بكم. التقى الرئيس محمد مرسي الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في إطار متابعة الرئيس للمشهد الداخلي وجهود الحكومة للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطن. وقد أطلع وزير الدفاع الرئيس مرسي على خطة استعدادات القوات المسلحة في الفترة القادمة، ووجه الرئيس بسرعة استكمال كافة الخطوات اللازمة لتأمين المنشآت الاستراتيجية والحيوية للدولة بالتنسيق مع وزارة الداخلية. كما استقبل الرئيس مرسي هشام قنديل في إطار بحث المشكلات التي تواجه المواطنين.
كان الفريق أول عبد الفتاح السيسي قال إن القوات المسلحة لن تظل صامتة أمام انزلاق البلاد في صراع يصعب السيطرة عليه، وأضاف أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية للقوات المسلحة تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم. وصرح السيسي خلال حضوره الندوة التثقيفية الخامسة التي نظمتها القوات المسلحة، صرح بأن استمرار حالة الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد حاليا تعد خطرا على الدولة، مشددا على ضرورة تحقيق التوافق بين الجميع. ودعا السيسي كل القوى والتيارات السياسية لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية، مشيرا إلى أن هناك فرصة لحماية مصر وشعبها. إرادة الشعب المصري وحده هي التي تحكمنا، ونحترمها ونرعاها بكل تجرد ونزاهة وشرف ودون تزييف. ويخطئ من يعتقد أنه يمكن الوقوف أو التصدي أمام هذه الإرادة أو مجابهتها بالعنف. ونحن مسؤولون أو مسؤولين مسؤولية كاملة عن حماية إرادة هذا الشعب العظيم. ولا بد من إدراك أن التحديات التي نجابهها جميعا تتطلب الاصطفاف الكامل لكل المصريين للتغلب عليها وعبورها بأمان. القوات المسلحة ما حاولتش خلال الشهور اللي فاتت أبدا تتدخل في الشأن العام والسياسي، وسابت الأمور تسير كما تسير الآن. لكن أنا عايز أقول إن في مسؤولية أخلاقية ووطنية وتاريخية ملقاة على عاتقنا جميعا. لن نقبل ولن نوافق أو نسمح بدخول مصر في نفق مظلم من الصراع أو القتال الداخلي أو الحرب الأهلية أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة. أرجو أن احنا كلنا نحمي مصر كلنا. هذا وقد أعرب رئيس حزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتتني عن تقدير الحزب لتصريحات وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقال إنها تعبر عن مدى انزعاج المؤسسات الوطنية خاصة المؤسسة العسكرية من عمليات العنف التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية. وأشاد الكتتني في بيان صادر عنه بتأكيد القيادة العسكرية التزامها بالتصدي لأي محاولة لتهديد أمن الشعب واستقرار الوطن، وحرصها على التفرغ لرفع الكفاءة القتالية لأفرادها ومعداتها، وإصرارها على الابتعاد عن الشأن السياسي. وجدد الكتتني دعوته لأحزاب المعارضة بالاستجابة لدعوات الحوار للوقوف في وجه محاولات جر البلاد للفوضى والعنف. ومن جانبها أكدت جبهة الإنقاذ الوطني أنها تقدر موقف القوات المسلحة تجاه الوضع الخطير الذي تمر به البلاد حالياً. وأشادت الجبهة في بيان صادر عقب اجتماع لقادتها، أشادت بحرص القوات المسلحة على الانحياز لإرادة الشعب وحماية أمنه وأمن الوطن، ورفضها محاولات ترويع المواطنين، وتأكيدها على الولاء لمصر وشعبها العظيم. أفادت مصادر الجزيرة مباشر مصر أن مجهولين مسلحين بالأسلحة البيضاء اعتدوا على مقر حملة تمرد في محافظة الفيوم، ما أسفر عن إصابة نحو 7 من أعضاء الحملة. وقد نفت مصادر في حزب الحرية والعدالة بالفيوم أي صلة لها بهذه الأحداث. وكان المئات من أهل الفيوم شيعوا جنازة محمد سيد الشلقاني الذي توفي السبت إثر إصابته في اشتباكات وقعت يوم الأحد الماضي بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسي. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مقتل الشيخ حسن شحاتة وثلاثة آخرين في أحداث قرية أبو مسلمة التابعة لمحافظة الجيزة. وأوضح مدير أمن الجيزة اللواء عبد الموجود لطفي للجزيرة مباشر مصر أن أهالي القرية هاجموا منزل الشيخ شحاتة بعد أن ترددت أقاويل بين أهالي المنطقة حول محاولته نشر المذهب الشيعي في القرية. دخلت القوات وحاولنا أن احنا ننقذ الناس دول من الفك ليهم اللي هم 34 واحد. قدرنا نهرب وبصريح العبارة 30 واحد منهم.
أما بالأربعة كان في أربعة تم التعدي عليهم بتعدي مبرح أو بصورة صعبة للغاية. نقلناهم بإحدى سيارات الشرطة لإحدى المستشفيات، وللأسف من حوالي خمس دقايق عرفت لو جاني خبر إنهم الأربعة دول توفوا، وفي خمس أشخاص وإصاباتهم عادية أيضا، والباقي تم إطلاق سراحه بعد تعدي رهيب سواء على القوات من الشرطة وعلى الناس دول، ولكن انتهى الأمر عند هذا الحد وتم السيطرة على الحالة الهادئة تماما. أنا أكلم حضرتك من موقع الأحداث معهم دين مباحث الضباط مباحث وقادات المدرية، بنحدد الناس البناء عشان تتخذ الإجراءات القانونية ضدهم. انتهى إلى هنا موجز الأخبار، ولمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت ومتابعة البث الحي للقناة على الموقع الذاتي. نستقبل كذلك تعليقاتكم وأسئلتكم على صفحتينا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. بعد الفاصل يواصل الزميل أحمد طه لقاء مع المهندس عادل الخياط محافظ الأقصر المستقيل. ابقوا معنا. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، نواصل هذا اللقاء الخاص مع المهندس عادل أسعد الخياط محافظ الأقصر المستقيل. أهلا بك معنا مرة أخرى. أهلا وسهلا بشمهندس عادل. الحقيقة أنا بغلط وبقول سيادة المحافظ، مش عارف بقى خلاص دلوقتي ما بقاش فيه كده. الحقيقة يعني عايزين نعرف كواليس تقديمك لاستقالتك، وإيه اللي دار ما بينك وما بين الدكتور هشام قنديل عندما تقدمت له بالاستقالة؟ والله كواليس الاستقالة جات من ان احنا استشعرنا انه قد يكون هناك حوادث. في البدايه بعد ما عرفت بتكليفك محافظ سوهاج، محافظ سوهاج محافظ الاقصر عفوا، هل توجهت للمحافظه ومنعوك؟ لا لا انا توجهت، كانوا زملائي حيث اقامه عمليفي قنا اتصلوا بي زملائي واخبروني بانهم يعدون احتفالا صغيرا لي في محافظة قنا، فذهبت إليهم وعدوا لي احتفال بسيط. ثم كنت أنوي زيارتي للأقصر كزيارة للتعرف على المحافظة. وعندما تم تسريب الخبر بأنني قادم، قام بعض الإخوة الأقصريين يعني بالحشد أمام المحافظة، وهناك كانت بعض الممولين ليهم. يعني يعني إيه بعض الممولين؟ يعني بعض أصحاب المنشآت السياحية والبزارات والفنادق، يعني اللي كانوا ضدك قدام المبنى المحافظة دول ناس مدفوعين الأجر. مدفوعين الأجر، ليسوا من أهل الأقصر إطلاقا. يعني ولا واحد فيهم من أهل الأقصر. شركات السياحة هي اللي دفعت لهم. أهل الأقصر إحنا نحن في سوهاج لنا بهم أو عندهم نسبا وصهرة. يعني أنا معايا اثنين وأبناء عمومتي منسبين من العائلات في الأقصر، ومنهم الدكتور كمال هاشم الطيب أستاذ في كلية الطب بطري، ابن عمي مدرس في كلية الطب أسيوط، زوج بنته ودكتور برضو. احنا بنعرض دلوقتي صورة الحقيقة يعني اشتهرت خلال الأيام القليلة الماضية، وهو جرافيتي على أحد الحوائط. السيد المحافظ الإرهابي، أهلا بك في مدينة الأقصر. يعني حسب ما أرى من هنا، إيه رأيك في الجرافيتي ده؟ هذا الكلام عاري تماما من الصحة ويجافي الحقيقة تماما. يعني لأن أنا عمري ما كنت إرهابي، ودائما كنت متسامحا ومتواصلا مع شعب الأقصر، لأنني أقوم بإنشاء حوالي 50 مشروع في الأقصر. من موقعي كنائب رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، أنا بقوم بتنفيذ وحدات محلية ووحدات صحية. جميل، ده أمر حضرتك يمكن شرحته، لكن أنا آسف في سؤالي، حضرتك شايف الآثار إيه؟ شايفها أصنام مثلا يجب حدها؟ الآثار جزء من التاريخ الإنساني يجب الحفاظ عليه. لا يمكن لأي أحد أن يهاجم الآثار ويقول أنها أصنام أو كذا أو كذا. كل هذه مقولات
ألصقت بي كذبا وزورا وبهتانا. وكيف ترى السائحين؟ يعني شايفهم البعض شايفهم مجموعة من الكفار و إلى آخره، ويجب منعهم من زيارة أراضينا وبلادنا. هذا فهم خاطئ تماما. السائح بمجرد حصوله على تأشيرة فهذا عقد أبرم بينه وبين الدولة، والدولة تقوم على أمنه ورعايته وتكفل له حريته تماما، يتجول في جميع أنحاء المعمورة في مصر كيفما يشاء. طيب هرجع لي أن حضرتك قلت أن بعض اللي كانوا بيعرضوك أمام مبنى المحافظة كانوا مدفوعين الأجر من قبل بعض شركات السياحة، كان إيه الهدف؟ ليه شركات أو بعض شركات السياحة كانت رفضاك يعني ابتداء؟ شركات السياحة بتثير أنني إرهابي وأنني الذي قمت بحوادث 81 و97، وكل هذا كذب وافتراء وادعاء بالباطل. ولو أنهم اقتربوا مني في قنا وأنا إقامتي في قنا، وكان تم اتصال بيني وبينهم لا تعرفوا على حقيقة آرائي طيب. وحقيقة كلامي يعني. حضرتك اللي فكرت في فكرة أن تتقدم باستقالتك، ولا اللي دفعك لذلك حزب البناء والتنمية الذي تنتمي إليه؟ هو في الحقيقة عندما سمعنا أن هناك تجمعات حرصت أنا تماما مني شخصيا أن أعود إلى سوهاج ولا أدخل الأقصر، لأنني لا أرضى إطلاقا أن يجرح مواطن أقصري ولا تراق قطرة دم واحدة في سبيل هذا المنصب، خاصة أن كل هذه المناصب أنا لم أحرص عليها طوال حياتي ولكنها جاءت بقدر الله عز وجل. طيب. فأثرت أن أعود إلى سوهاج، وتشاورت مع زملائي وإخواني في حزب البناء والتنمية على أن تغليبا للمصلحة العامة وإيثارا للمصلحة العامة وإنكارا للمصلحة الخاصة وحرصا على حقن الدماء وحفاظا على الأرواح والممتلكات والمنشآت السياحية أتقدم باستقالتي حتى نعطي فرصة. كتبت نص استقالتك اللي احنا أظهرناه على الشاشة منذ قليل ورحت بيها لرئيس مجلس الوزراء دكتور هشام قنديل، إيه اللي دار ما بينكم في حوارك معه؟ دار بينا أن رجل شكر هذا الموقف وقال هذا موقف رجولي لم أراه في من قبل في حياتي. فأنا قلت له ما تمسكش بيك، ما يعني ما حاولش أنه هو يثنيك عن مسألة الاستقالة؟ لا، هو في الحقيقة قال أن هذا الأمر سأعرضه على السيد الرئيس، لأن السيد الرئيس هو الوحيد الذي بيده هذا الأمر وإن كنت متمسكا بيك. طيب يعني احنا نفهم دلوقتي، هل استقالتك قبلت من قبل مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية أم لا؟ لا أعلم، أنا تقدمت بهذه الاستقالة والأستاذ الدكتور هشام قنديل شكر هذا الموضوع وقال أنني ما زلت متمسكا بك وأنك رجل مناسب، فقلت له أنا مستعد أعمل في أي موقع من المواقع. هل عرض عليك أي منصب آخر غير محافظ الأقصر؟ لا لم يعرض علي. ما كلموكش على محافظة أخرى غير الأقصر؟ لا. بصراحة حسيت اختيارك للأقصر ده توريط، يعني زي ما اللفظ ده الحقيقة استخدمه معايا الدكتور طارق الزمر بالأمس، شعرنا وكأنه توريط للجماعة الإسلامية أن يتم اختيارنا تحديدا لمحافظة الأقصر، يعني محافظ ينتمي للجماعة الإسلامية. والله هو أصلا السياحة كانت تتطلب سعة في الأمر يعني. لا بمعنى؟ بمعنى أنه لو كان هناك إنسان مستقل تماما كان من الممكن يعني يكون أكثر استجابة يعني. هل شعرت أن اختيار عادل الخياط الذي واحد من قيادات الجماعة الإسلامية لمحافظة الأقصر هو اختيار خاطئ للمحافظة؟ ولا أقصد طبعا للشخص، مع احترامي الشديد لحضرتك، كان يجب أن يبتعد تماما عن محافظة الأقصر وهذا اختيار خطأ من القيادة السياسية؟ لو كان عرض علي هذا الأمر في البداية كنت رفضت، ولكنني فوجئت بالقرار. لماذا الأقصر؟ يعني ليه القيادة السياسية اختارتك للأقصر رغم أن ممكن يرى البعض، حتى أحد الكتاب السياسيين الأستاذ فهمي ويدي قال ده اختيار لمكان خطأ، هو بيحترم حضرتك وقدر ذلك والسي في بتاعتك، لكن قال ده اختيار لمكان خطأ. ربما يكون هذا الأصل.
ربما يكون الأصعب أنك ما كانش يتم اختيارك للأقصر تحديدا. هل تحدثت إلى الرئيس شخصيا بشكل أو بآخر أو تحدث إليك أحد من مؤسسة الرئاسة؟ لا إطلاقا. لم يتحدث الحزب مع مؤسسة الرئاسة بشأنك؟ والله أنا سمعت عندما حدثت بعض التسريبات من ترشيحي للأقصر، ذهب الدكتور صفوت عبد الغني والدكتور طارق الزمر وذهبوا إلى الرئاسة وقالوا لهم نريد محافظة غير الأقصر. وماذا كان رد الرئاسة؟ وكان الرد أنه قد صدر القرار وسبق السيف العزل، يعني انتهى يعني موضوع القرار. يعني شعرت بالظلم من الهجمة اللي مورست عليك ويعني وصفك بالإرهابي وبالقاتل ده أشعرك بالظلم؟ طبعا شعرت بالمرارة، لأن هذا الكلام كله عاري من الصحة ومخالف للحقيقة. وأنا طول عمري لم أقتل دجاجة، واللي هناك من قال في بعض القنوات الفضائية أنني قاتل، وأنا لم أعرف حتى هذا الشخص. وأخونا جورج إسحاق يقول أنني مجرم، وهذا الكلام حتى لا يليق بالمحاورين والمتحدثين. يعني حتى لدرجة بعض المحامين قالوا لي اكتب لنا توكيل ونرفع عليهم قضايا، فقلت سامحهم الله أنا لن تسلك هذا الطريق، لن تقاضي من قالوا عليك إرهابي، لن أقاضي أحدا، ولكن يفصل الله بيني وبينهم يوم القيامة. بعض شاف تعيينك لمحافظة الأقصر أو يعني كمحافظ ده بمثابة يعني نقول إيه تقدير لمواقف الجماعة الإسلامية من موقفها الداعم على طول الخط لرئاسة الجمهورية وللإخوان المسلمين. وهو والله في الحقيقة مؤسسة الرئاسة بتحاول توسع المشاركة السياسية، وعندي يعني حدوث أي حركة محافظين أو وزراء بترسل إلى كل الأحزاب لكي توافيها ببعض المرشحين من جميع الأحزاب، ولكن الأحزاب هي التي ترفض الاشتراك في تشكيل الوزارة أو تشكيل المحافظين. لكن ده مش جاي من موقفكم الداعم دائما وأبدا يعني للرئاسة؟ لا، أصل احنا مش داعم للرئاسة، نحن داعمون للشرعية. يعني احنا بندعم الشرعية وليس شخص الرئيس. يعني نحن داعمون للشرعية. لو حدث هناك انتكاسة للشرعية لن يبقى في مصر رئيس إطلاقا ولو لمدة شهر، لأن التيار الإسلامي أقوى تيار موجود في الشارع، والتيار الإسلامي في الصعيد بنسبة 80 و90%. يعني الصعيد كله بالفطرة ينتمي للإسلام وللأخلاق الإسلامية، بدليل أنت لو قرأت انتخابات الدكتور مرسي هتجد أن الثقل الأساسي 80% من الصعيد، وفي انتخابات الدستور النتيجة أن كل محافظة الصعيد 80%. نعم صحيح. فإذا حدثت انتكاسة للوضع الرئيس الشرعي لن يكون هناك رئيس لمصر يستطيع أن يبقى أكثر من شهر. نعم أو لا، هل لو عرض عليك منصب آخر غير محافظ الأقصر حضرتك خلاص استقلت تقبله؟ أقبله. شكرا جزيلا المهندس عادل أسعد خياط محافظ الأقصر المستقيم. شكرا جزيلا لقناة الجزيرة التي تتسم بالمهنية والمصداقية. كما أشكركم مشاهدين على طيب المتابعة، ما زالت السهرة ممتدة، بعد فاصل قصير سأكمل معكم هذه السهرة، ابقوا معنا.